ثلاثة المرات. كل مرة كان سبب. المرة الأولى السبب ديالها كان مجوج بماما وكان فيس اونيك، ما يمكنش أبدا، يستحيل. سيتي تري تري دور، ما يمكنش. ومع العلم أنني ما كنتش كنشطح، كنت غير كنتمنى نشطح. داكور. المرة الثانية كان مجهد بزاف، كان قبيح بزاف، مع العلم أنه كان كيخليني نشطح. يعني كانت المادة ماشي مشكل، ولكن كان ملي كيشوفني كنشطح كيشوفني رشقات ليا وناشطه كيقول لي الا كنتي غتكوني بحال هكا ناشطه الا لا غير شطحي واخا ما تخلصيش انا نعطيك. ما كانش عندنا مشكل ديال الماده، او كونترير، يعني كان انسان مسك عليه الله مزيان الحمد لله، كنت عايشه بخير. غير لو كاركتير وشي اغلاط دارهم ما قدرتش نصبر عليهم وما كملتش. ولا ديرنيير فوا من بين الاسباب ديال الطلاق الاخراني هو هذا المشكل ديال لا دونس. توحشت نشطح، حبست لا دونس وتوحشت نشطح، وما كنتش مقتنعه بانني خاصني نحبس. ما عنديش علاش نحبس وانا ما كيبانش لانني كندير شي حاجه خايبه. وبما ان الناس بقوا كيعيطوا ليا وبغيناك لهاد العرس وبغيناك لهاد السابع وفينك وفين غبرتي وعافاك الله يخليك، كنقول لهم رانا تزوجت ما يمكن ليش، راجلي ما يبغيش، لا حنا نهضروا معاه عافاك غير اج. وتوحشت لا دونس، من لقيت راسي بانني ما كنعرفش ندير شي حاجه اخرى. من ما كان ماشي ما كنعرفش، ما كنرتاح الا ملي كنكون يا كنعطي لي كور دو دونس يا جو في لا دونس. وما هذا غير سبب من بين الاسباب. دونك هذا سبب، زيد عليه بلوزيغ اسباب اخرى ما سلكونيش. بقيت كنشوف وانا نقول او من بعد فين هو المشكل؟ ما فهمتش. ربي حلال الطلاق وبنادم بغي يحرموا عليا، ما جو كومبرون با. صافي جو ديسيد داريتي اي جو نو ريغريت با دو تو. تابعونا في مواقع التواصل الاجتماعي وما تنساوش ديروا ابوني في لاشين يوتيوب.